ومن جديد في ساعة شباب الآن في فقرتنا صح عليك، راح نتحدث فيها وناخذ ونعطي مع ضيفتنا اللي ما شاء الله تبارك الله أكملت دراستها في الخارج، كانت مبتعثة وساعدت على تطوير نفسها وعملت في الكثير من المجالات تحديدا اللي تخص الفنون. في خيالها تعمل على ابتكار الشخصيات وتفوق في الرسم وتجيد التعامل مع القلم. سارة طيبة، أهلا فيك في استوديو ساعة شباب. أهلا وسهلا، نورتينا اليوم. حياك الله. اليوم في ساعة شباب ما شاء الله كاتبة ورسامة ومصممة جرافيك، مواهب كثيرة وميزة، بس يعني دائما الناس تتساءل عندك الكثير من المجالات، من فين بدأتي أول شيء؟ يعني دائما يقولوا إنه خلاص ركز على شيء واحد بدل ما تتنوعي في كل شيء، بس أنا أحس إذا يعني ما دام كله تحت اطار الفن، ولو تحس انك تقدر أنا تبدع. انا اتفق معك على فكره. ايوه، فليش لا؟ ليش لا؟ صح، ابدع في المكان اللي يعني ارتاح فيه. سواء كان رسم او جرافيكس او تمثيل. بس بديتي من ايش اول شيء؟ اول شيء حسيت نفسك فين؟ بدات رسم. رسم. يعني رسم. وبعد كذا؟ بعد كذا يعني لما درست جرافيك ديزاين خلاص صار كمان رسم وتصميم اكثر، بعدين رجعت ملت للرسم. والكتابه كيف طرأت عليك؟ الكتابه من غير دراسه تطلع لوحدها فجأة. ايوه. بدات بخواطر. بدات بخواطر بالضبط. كلنا زي كذا. سارة، طبعا انت صممتي مجموعه من اغلفه كتب استخدمتي فيها الرسم وجرافيك. ايوه طبعا، احنا كلنا عارفين ان الرسم شيء والجرافيك شيء ثاني تماما. صحيح. عالمين مختلفين. كيف انت جمعتي بينهم؟ شوفي، احس الجرافيك ديزاين مره قوى الرسم عندي. ليش؟ لان حتى لما يجيني كلاينت انا سهلت عليه، بدل ما اعمل له الرسمه بعدين يروح لجرافيك ديزاينر يعمل له شكل الغلاف ولا كيف يتناسب مع التايبوغرافي اللي هو العنوان وكذا. انا الاثنين، انا الديزاينر. تعطيله ديمو في البدايه. ايوه، فانا يكون لما اكون انا الديزاينر وانا الرسامه وانا برسم بفكر كديزاينر. اسيب مساحه للعنوان يكون مرتاح، مو كانه اخر من يعني لاست منت زي ما يقولوا لاست منت ثوت، يكون لا متفكر فيه من البدايه. فأحس كويس إنه الكومبينيشن دي حقت التصميم مع الرسم مع بعض. يعني خلينا نقول وسع لك خيالك أكثر لما دخلت في جرافيكس. طيب ما شاء الله عملت على ابتكار شخصيات كثيرة، وهذه حاب أعرف أكثر لأنه قصة الشخصيات قصة ثانية، سواء كانت للكبار أو للصغار. حكينا أكثر كيف بدأتي فيها وتعمقتي. صناعة الشخصيات عندي أحلى جزء من أي مشروع، لأنه قيدي أنا لما أكتبهم أقدر أتخيلهم فأقدر أرسمهم، فحلو حلو إني بجمع بين التصميم الفكرة ورسمها وكتابتها. اخر عمل كذا يجي في بالي كتاب ان شاء الله كان مفروض يكون التدشين حقه امس، بس مع الغبرة راح يصير اليوم. لا، كان مفروض اليوم بس صح يصير بكره. كتاب اسمه لا بأس، حق كاتبه زينه زيدان، ما شاء الله انسانه كذا مره شغوفه وباين عليها. كتاب اسمه لا بأس، انه يحسس الطفل انه لا بأس انه مثلا اكون البس نظاره، لا بأس ما ادري اشياء مره صغيره اللي فئه عمريه، يحسسه بالرضا بالنفس من البدايه. ايوه، انه لا بأس اكون مختلف. أيوة. لا بأس اكون كذا، لا بأس اكون كذا. فده الكتاب كان من اكبر الصعوبات لي، لانه جات قالت لي ما ابغى واحده شخصيه رئيسيه تبنيها، ابغى شخصيات كثير. معلش، مو صعب؟ انا دائما اسمعك رسم الشخصيات والكاركتر صعب. مو صعب لما اتخيل اسمه وايش يحب وايش يسوي يبان عليه. مثلا خلينا نقول عمر يحب الارنب، فلما حرسم له تيشيرت من غير ما حرسم ارنب، بس حرسم له تيشيرت فيه جزر على ارنب مثلا من غير ما حد حيعرف انه هو يحب الارنب. الشكل بيدل على الشخصيه. ايوه، ما حد حيعرف، بس هذا بيدل للشخصيه تحس ان الطفل يقدر يرتبط عليها، يعرف انه حس انه حقيقي، يربط الجزر بالارنب. ايوه، جميل. طبعا عارفين سارة انه انت نشرت كتاب باسم خردوات، فايش كان يتكلم عن ايش الكتاب؟ خردوات كتاب عشوائي بحت، يعني فترة عشوائية من الحياة. كنت دوبي تخرجت من الجامعة لسه قبل ماجستير في امريكا، قبلها انقبلت في الجامعة بس لسه ما كان اقدر اروح، ففي فراغ كان بين البكالوريوس والماجستير. ستة شهور حسيت اني عالة على المجتمع ما بعمل شيء، فقلت لا اسوي كتاب. مامي طب روحي ماجستير ارجع يسويه. طلع بس كتاب دحين، كتاب عشوائي بحت، فيه له جزء يتكلم عن المجتمع والمواضيع اللي تدور بين المجتمع سواء كانت تافهه او عميقه، فيها بارت وصفات طبخ، فيها كله رسومات وافكار كذا عشوائي مره كذا. أوه. شابتر عملته. ماما تقول لي، ماما كانت تقول لي استني شويه يعني سافري ارجع. طلع انا ابغى اسيب شيء عشان لما ارجع اقوى كفنانه واكبر كانسان. الجمهور يشوف كيف تدريجيا انا كبرت، يعني يشوف لي شيء. بديتي من هنا، اهم شيء يصير ترجعي مو من الصفر، ترجعي انك عملتي حاجه. طيب هذا بالنسبه للخردوات، وبكره قلت لي تدشين كتاب لا بأس، هو لك او للكاتبه زينه؟ الكاتبه زينه زيدان ورسومات سارة طيبة. طبعا طيب. هل في كتاب ثاني غير خردوات سواء بنفس التوجه او توجه ثاني؟ مره موجود، مره فيه وخالص. ما شاء الله عليك، الصلاه على النبي. خالص، بس باقي له رسم يعني تتظبط الرسومات، وان شاء الله اخر السنه دي حيتعمل، بس توجهه مختلف مو نفس التوجه. نقدر نعرف ولا حابه تخليها؟ يعني
هو انا مو نظام اللي سر وكذا، بس ممكن يتغير في البروسس، فما بقى اطلع شيء. لا خلي خلي سر. ساره، كانت لك تجربه في فيلم مع المخرجه ندى المجددي، حكينا، انت كنت طبعا بطله الفيلم صح؟ حكينا عن تجربتك في هذا الفيلم. برضو التجربة دي عشوائية، جتني ندى، ندى مجددي مخرجة وإنسانة مبدعة في كل النواحي، برضو نوجه لها تحية. أكيد نوجه لها تحية. ندى جات قالت لي أنا عندي فيلم وأنا ما أبغى أسوي كاستنج، أنت البنت. قلت لها أنا ما عمري مثلت. قلت لها لا، هو أنت وحتعمل الدور مرة كويس، وأنا حاسة كده وحيصير كده. وبالفعل أنا يعني بالفعل ما عمري كنت راضي عن عمل قد العمل، حقيقي حقيقي اختيار. انا اقدر اشوف في طريقه وصفك وانا حاجي قديش انت كنت وقتها مصدومه يعني. ايوه، انه ايش تمثيل اوكي ما كان في يعني بالحسبه، بعدين خلاص صار. كيف كانت تجربه جميله؟ تجربه جميله، وتعمل له سكرينينج في يونيفرسال ستوديو في لوس انجلوس. شغل متعوب عليه، وان شاء الله الاسبوع الجاي حيكون في نيويورك كمان سكرينينج لي. والله هنيئا لك، ما شاء الله عليكي. ما شاء الله يعني ساره، في ضب وجود كل هذه المواهب والانجازات، أكيد في ورش عمل أقمتيها صح؟ إيه. طيب نبغى نتحدث عنها، وإيش أبرزها اللي عملتيها؟ هي أبرز ورشة عمل كانت في رمضان صارت، كان اسمها أقصوصات وقصص. جبت طبعاً المشتركين وقسمتهم للمجموعات، وخلت المجموعات مو كلهم يعرفوا بعض يعني عشان كده يكسروا الغرابة بينهم. فبيسكلي خليتهم يجيبوا ورقة يكتب أنا مشترك الأول مثلاً، أو أنت مشترك الأول، تكتب سطر وتثني وتكتب كلمة، بعدين تعطيها هي تكمل السطر وتثني. حلو. وكده يفضلوا يتبدلوها الثلاثة. أيه. في النهاية يفتحوا بس. طبعا قبلها اديتهم ثيم، قلت هم سبع مجموعات، قلت كل مجموعة أباها تاخذ واحدة من الخطايا السبعة، ففي ثيم. فلما يكتبوا يفتحوا يلاقوا أكثر قصة عشوائية في العالم. قلت لهم شايفين القصة العشوائية دي؟ يلا اعملوا لها اديت وطلعوا قصة ميك سنس يعني. واو. منطقية. واو على الفكرة مرة جميلة. بعد ما طلعوا قصة منطقية صغيرة كان لازم يقصوا قصاصات ويخترعوا شخصية مرة تشبهها، مرة تشبه القصة. وفي النهاية طلعنا بسبع شخصيات وسبع قصص، وحقيقي حسيت بغض النظر استفادوا في الرسم طبعا وفي الكتابة وكل ده، حسيت أكبر استفادة إنه يفكروا بطريقة مو متعودين عليها. أيوة، إنه يتفاجئوا بمعلومة جديدة أو خبر جديد. أيوة. يبدأوا يبنوا عليها. هذا شيء جميل حقيقة. سارة طيبة يعني، يعني أبغى أقول لك إنه ما شاء الله من الشخصيات اللي الشغوفين، ونقدر نستنبط من أسلوبك ومن كلامك قد إيش إني عندك شغف وعندك طموح، ومن إنجازاتك الصلاة على النبي، ما بزايد ولا ببالغ، ما شاء الله عليك واضح جدا في شخصيتك. انا اتمنى لك التوفيق. شكرا. اكيد نتمنى صراحه انك تكوني قدوه لكل شبابنا وبناتنا هنا في السعوديه يا رب. شكرا. نشكر ضيفتنا ساره طيب على تواجدك اليوم معنا في الاستوديو. ايش رايك نروح فاصل؟ والله ما ودي، بدي اكمل حد ممكن تحت الهواء. نطلع فاصل خلاص. نطلع فاصل ونرجع لكم.